جي تقارني انت واحد كيما الابراب اللي المال تاعو راس المال تاعو يديروا في وقت الارهاب اللي كانت الروس تقطع هو كان يوصل الخضره والخبز واللحم للجبل للكاريطات نتاع العسكر ويبني في الكاريطات تاع العسكر ويبني في السكنات وكان يجيب الحديد للكازيرنات ويجيب السيمه يستورد في الحديد والسيمه من الخارج والسكر والزيت والقهوه في وقت اللي كانت الروس تقطع والناس تهرب. الابراب كان مسبب بعمره هو وولاده والخدمين اللي عنده ويخدموا يبنيوا في الجزائر. نعم بروفيتا، نعم بروفيتا بروفيتا ودا قروض وكذا وكذا، ولكن كان حاط كفنه في يده وصندوق تاع ذهب في يده، يعني كان قادر يموت وكان قادر يغني، كان مقمر، كان قادر يموت وكان قادر يولي غني، ولا غني زعما هربش. علي حداد فاسد ونهب، ولكن علي حداد نفس الشيء كان يوصل الخبز واللحم والخضره للزبربر، هذه ما عندكوش بها. انا حاربت وانتقدت علي حداد في وجهه في وجهه، قلت له يا حداد راك تخلصها غاليه، وامتين الشهود كانوا حاضرين، صحفيين كانوا حاضرين، قلت له يا حداد اذا بقيتوا في العقليه هذه راكم تندموا وراكم تندموا وتندموا، والقادم اسوء خلصوا غاليه. يضحك كان والو يا انسيبي ما كان والو، لانه هو من منطقه تاع انسيبي، يقول لي انسيبي ما كان والو ما تخلصش يا حداد خلصوها قسم بالله. قلت له في لندن والشهود راهم حيين، ولكن الحقيقة تقال. علي حداد في وقت الإرهاب كان يوصل الخضرة واللحم والخبز للكازيرنات في الجبل في الصبربر وفي أزفونت في تيكسيرت في عين الحمام في المناطق القبائل اللي كانوا يسيطروا على الإرهابيين، كان يوصلهم الماكلة والخبز والماء. نفس الشيء كان ماشي ممكن يحكموا الإرهاب يقطعوا راسه، وكان ماشي شاك أبرو يطلع سلعة يسيني شاك مليار زوج مليار ثلاثة طرفيته نعم، ولكن كان قادر يموت. ودار أموال ودار كذا كذا وقلنا له راك فاسد، ولكن ما نقارنوش مع واحد اللي في 2020 راس ماله 100 مليون الآن راس ماله 100 مليار. 2020 راس ماله 100 مليون كي تخلى كي يطلع للسماء راس ماله 100 مليون. 2020 شوفي 2020 راس ماله 100 مليون الآن راس ماله على الأقل 100 مليار. هذا انتهازي ولا لا؟ الإنسان اللي يخدم على الوطنية والإنسان اللي يهم مصلحة الوطن وكذا يفكر في ابناء الشعب كما يفكر في ابنائه، يفكر في ابناء الصواوله ما يحسدوش تيبان خبز، ويتهم الناس الاخرين نظاف، يتهمهم بالفساد ويتهم بالخيانه ويتهم بالفضل ويتهمهم انهم حابين يديروا انقلاب على الرئيس يخرجوا علي غديري من السجن ويرشحوه معناتها انقلاب حبوا يخرجوه وينحوا تقولوا يديروا رئيس. هذا اتهام خطير. انا هذه النقطه قلقتني بزاف، قلقتني بزاف بزاف ما عجبتنيش. هذه الكلمه اللي قالها بن كرينا انا نقول له حفرت قبرك بيدك. انا نقول له قبرك سياسي، انا مش هضر مش الله يحفظنا ما نشطوش لك، لكن نقول له انت يا بن كرينا بالكلمه هذه اللي اتهمت فيها ناس ابرياء، واحد مسكين في السجن تاع بالك بلي بريء والتهمه باطله، زيد تتهمه وهو في السجن وتتهم ناس اخرين اللي ضحاوا من اجل الجزائر ورجعوك انت وخيك رجال، لانك انت تتهم في الفريق توفيق اللي انت تعترف انك عمرك ما تسمع بيه، سيدي وزمان عمرك ما تسمع بيه، انتك عنده سيد علي لبيب، سيد علي لبيب وزير الشباب والرياضه هو اللي داك عنده، قال لك واحد نديك نعرفك بالفريق توفيق وداك عنده اول مره اشوفه، استغفر ربي شغل شفت نبي كنت تعلم تسمع بهذا الاسم. بعد ما درت الفار مخالب ودرت قرون وليت تخبش وتنطح في الناس اللي رجعوا منك راجل، وتقول باللي حبوا يتامروا ويخرجوا علي غديري من السجن ويديروا رئيس. اولا الكلام هذا غير صحيح، ثانيا هذا اتهام خطير. وفائي انا ما نعرف لا فريق توفيق لا غدير في زوج ما نعرفوش، واتحدى اي واحد يقول لك بزياره تعرفوا راك تدافع عليهم، لكن انا ندافع الحق، ندافع الحق. انك تتهم رجل دوله مجاهد اتهام باطل لانك مدفوع ولانهم اللي دفعوك واللي عمروك الرفاي عمروك مليح مليح وقالوا لك روح، هما نفسهم اللي كانوا يعمروا في عمار سعداني، ونهايتك ستكون أسوأ من نهايه عمار سعداني. هتقدم بن كرينا انت تعديت الحدود الحمر، تعديت الخطوط الحمر وفت حدك، وراك تشوف روحك رب من ربوبه اللي يتقرع على المسؤولين الوزراء وعلى المسؤولين والدير وتصنع وكذا وكذا وكذا، وتتهم في الناس داخل الوطن وخارج الوطن.